باش نبدلوا شويه في الكوندكتور، انا رجعوا لك فخر الدين تعاود الكلام اللي كنت تحكي فيه خاطر ما وصلتش يبدو انا السيده المستمعين. لكن قبل هذا باش نحكيوا على المشكل اللي صاير بين المهدي النفطي والجامعه التونسيه لكره القدم. معنا بالتليفون المحامي، محامي مهدي النفطي، الاستاذ عبد الله الجلالي. سي عبد الله مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا في اسلام، صباح النور وتحياتي للجميع. هذه في بالي ذيك سي كمال بحذيك صديقي ذيك بحذينا سي كمال بن خليل فخر الدين قلبي، المدرب السابق اتحاد بن قردان، مختار طرابلسي كيف كيف، مدرب المحلل الفني والمشاكس الاول مروان تاج. بلغلهم تحياتي، بلغلهم تحياتي جماعه. الله يسلم عليك كمال بن خليل صديقك عبد الله اخويا وصاحبي باش معك عقود سنوات وسنوات عشيري ذيك. ربي يبارك لك يا عبد الله، عايش ان شاء الله ديما منور البلاتويت خويا. منور بيك خويا، عايش. سي عبد الله، الازمه يبدو انها زادت كبرت بين المهدي النفطي والجامعة التونسية لكرة القدم. والله يا اسلام شو تقول لك خويا؟ خويا كانوا يحبوها تكبر، نحن نحبوها ما نحبوهاش تكبر، وما يحبوها تكبر خويا شنو تحب نقول؟ معناها توا كيف نرجعوا من اول ما صارت عملية التعاقد، مش ما نحكيوش على أزمة، بذلنا كل ما في وسعنا لتجنب الخلافات. السيد مهدي النفطي راهو كان قاعد على روحه في اسبانيا يدرس في عروض الدوم تاع الليغ دوم تاع اسبانيا، ما جراش يجر حد، ما عمل حتى اتصالات، ما عندوش حتى علاقات كيما تقولوا انتم ساعات في الجرغون تاع الواحد، ما عندوش لا لوبيات، ما يعرف حد. جاي اتصلت به الجامعه التونسيه كره القدم، كره القدم، واقترحت عليه هذا يجي يتفضل يعاون في تدريب فريق الوطني. فراح هو فتح جوجه ومعناها وتفاوضنا وتناقشنا وجلسنا مرارا وتكرارا وخرجنا بعقد. بعد ما رعنا إلا وشنو معناها أنه سي فوزي البنزرتي يرفض التعيين متاع سي مهدي النفطي. مانيش تحبنا، ما نحبش نرجع للحيثيات والتفاصيل خاطر يمكن تاخذ برشا وقت، وحكيت فيهم ديجا شوية لدفعها اللي انت اي حكيت فيها مقبل يا إسلام. ولكن راهو للعلم رانا مرة أخرى، راهو مهدي النفطي عمره ولا رفض أن يخدم مع سي فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي هو اللي رفض أن يخدم مع مهدي النفطي. وثاني حاجة، انا راني من حتى من المنطلق راني ديما نحمل الجامعه ونحمل سلطه الشرف المسؤوليه في النقطه هذه، لانه زاد حتى فوزي البنزرتي كان ما جاش عنده لافال، وكان ما جاش معنا سوتنو من سلطه الشرف، ما كانش يرفض تعيين مهدي النفطي. ولكن قالوا له ارفض ونحن معك. هاول التاريخ يا سيدي، وراي سلطه الجامعه تقريبا راه ما كان عندها حتى دور منذ ان شنو سلطه الشرف شكون تقسم معنا كمال دقيشه؟ الوزارة، أنا نتحدث ما نتحدث على أشخاص، ما نتحدث على الوزارة، وتو مش لازم نزيد ونطلع فوق من الوزارة، ولكن خلينا في الوزارة. معناها اللي صار أنا نجم نأكده، وهذا على عكس ما يقال، رئيس سلطة الشرف فرضت فوزي البنزرتي، سلطة الشرف هي اللي أقل زاد فوزي البنزرتي، فماش استقالة راهو للعلم. سلطة الشرف هي اللي قاعدة تعمل في كل شيء. نحن تو لهنا علاش دخلت في النقطة شنو مش فوزي البنزرتي استقال؟ لا 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 لا، كان جابش يستقيل فوزي البنزرتي، راه كيرجع من المطار واستقالش فوزي البنزرتي. ما عادش فما معلومات مؤكده ولا تخمينات ولا شنو معناها هذا؟ معلومه مؤكده. خاطر الكلام على ذمتك انت سي عبد الله، وتحمس بيتك فيه معناها. اكيد اكيد باهي، تفضل. اكيد. دونك اللي 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 نحب نقوله لهنا، اللي نحن راهو اجتهدنا وحبينا نتجنبوا المشاكل، وقعدنا حتى في وقت من الاوقات قعدنا ننتظروا في باش تتسمى الكوميسيون فيفا هذيك، على اساس شنو في بيننا؟ على اساس انه في بيننا الكوميسيون باش تجي تشوف الوضعيه هذه الشائكه والمعقده الى حد ما، وباش توصل فيها. ما راعنا الا ما عندها حتى لا نيه ولا استعداد ولا قدره على اتخاذ اي قرار. فماش راهو اللي انت وانا راني تو سليم، راني ما كنتش نتكلم من فارغ، انا راهو تو في حتى في المده اللي فاتت كي قلت لك راهو سلطه الشرف هي اللي قاعده تسير في كل شيء. معناها انت في بالك المده اللي فاتت سيد كمال يدير قاعد يعمل في اتصالات بمدربين وقاعد يشوف، يستحيل سلطه الشرف اللي قاعده تعمل في اتصالات، وذا كيف تخوضوا على ذمتي على مسؤوليه. ما ايش قاعد يعمل كمال يدير غادي معناها؟ والله سيت اون بون كيستيون داير. انا مع انه اكبر ملف هو صادفه في كمال يدير، معناها هو الملف هذا نتاع مهدي النفطي وسي فوزي البنزرتي. مش كان هذا هو برشا ملفات كبيره، ملف التحكيم على كل اي هذا من اهم ملفات اسلام وقت اللي جاء هو وتسلم مقاليد التسيير غادي. انا لعلمكم انا ومهدي قابلنا سي كمال يدير في الكلوار، كان معنا بالوقت معناها ما حكيتهم بعضكم.
لا من بقى قعدنا خلي كوليتر بريسي ومن بعد معناها قعدنا مع سي مالوش قعدنا مع سي شيد. بس اسمع لقينا انه المساله معناها ما خذاوش المساله بجديه، ولقينا انه خاصه معناها خلي نقول شويه يمكن القطره التي فاضت الكاس ولو نزلت بعدها حتى هي قطرات اخرى، ولكن المساله نتاع اقتراح للوكو قالوا شنو نقترح عليك تشد انت منتخب بالشان للوكو ولكن تحافظ على نفسك ولكن نحيوا لك الكرهبة ونحيوا لك في اتصال هاتفي بيني وبينك قلت لي ما كانش رافض نشد للوكو. ما كانش رافض بكل، وكنت انا شجعته مادي وحمسته لانه قلت بوركوا با وسيتي اون اوكازيون يقعد يكون متواجد في تونس ويبدا بالليلوكو ومن بعد ينجم يتسلم اذا كان معناها موفق ربي يتسلم المقاليد الفريق الكبير. ولكن بالله انت كيف تجي كجامعه وكممثل بركه نحن ولينا مره نقعدوا مع سنين مره مع سمح احترامي ليهم انا راهو علاقتي طيبه على المستوى الشخصي تبقى في طريقه التعامل مش هذا بكل اذا معناها انا في الاخر شو معناها تجي تقول انت هو اخر مساعد في الفرق مش حتى في الفرق نقول في الترجي ولا في الفريق ولا حتى في الفرق كي يجيبوا مساعد من الخارج يا سلام تو ذي معقول المساعد من الخارج كله ما نعطيكش كهرباء ما نعطيكش دار برا فرق ساعه كريه وحدك ولا بريد الكهرباء وحدك معناها طريقه التعامل مع مادي ما كانش تعامل معاه كانه تونسي معناها معناتها مش هو كانه تونسي هو بالفعل لا تونسي هو مادي حب يتعامل معاه كانه اجنبي والجامعه تعامل معاه تونسي معناها لا 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 عفوا يا لا يا سلام مش هذا القصد تعاملوا معاه باستنقاص من قيمته. انت كان جايب انت تعرف اللي هو مهدي متزوج باجنبيه ويعيش في 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 اسبانيا وباش يجي لهنا كيفاش تحبوا بالله تحبوا يبدا يدور من اجونس لاجونس يفركس على كريا ولا يكري شنو طريقه التعامل هذه؟ معناتها كي تقول له نحيلك انا نحيلك انا من ليزافونتاج هذا وما عندكش الحق في الليبي وما عندك اي معناها هو ظاهر وواضح انه الفكره الغير معلن عنها انه الناس كلها تدفع في مهدي النفطي وتدفع في محامي مهدي النفطي للاتجاه للتاج. نحن راهو انتم مشيتوا للتاج ديجا ومشينا ماناش فرحانين يا سلام راهو كي مشينا مش فرحانين مش معناها توا مش مساله انه واحد مش قديش هذه جامعه ساعه هذه جامعه يتحمل مسؤوليتها وكان غلطه يلزم تعاقب وكان تخطئ في حق الناس وفي طريقه تعاملها مع الناس يلزم تتحاسب. قداش المبلغ اللي طالبوا به سي عبد الله؟ هذيك راهو بالله باش ما نبقاوش نطبق خاطر تقال مليار و200 صحيح هذا هذه راهو هذه بون معناها المبالغ اللي المطالب بها ساعه راهو في اطار كيت بريليمينير معناها في اطار عريضه اوليه مازال ما فما حتى شيء راهو ما فماش حكم ولا على العكس ما تقال ما فماش حتى حكم راهو صادر ضد الجامعه. اي انتم طالبوا الطلب طلبتوه بعد تصير نيغوسياسيون وحكم وينقص شويه بالضبط بالضبط. نحن راهو حتى في بعض التجارة للتاس التاس زيت بعثت للجامعه وقالت لها راهو فما بروسيدور كيف كيف فما اجراء لمحاوله اجراء لايجاد صيغه صلحيه كيف كيف الجامعه لحياتها اللي من تونيتي ما جاوبوهاش ما جاوبوا في حد شيء جاوب بعثوا لهم قالوا لهم شنو على شنو الطالبين على مستوى الفورماسيون بالاربيتراج تكوين الهيئه التحكيميه وانا كنت اقترحت معناها ان يكون محكم وحيد باش نقصوا من المصاريف على الاطراف الكل معناها اربيتر ميك برودير لوكو على الناس الكل فكيف كيف ما فماش حتى اجابه لا حياتها لمن تنادي فراغ كبير معناها في الجامعه يبدو لي حتى في القضيه هذه مع الاسف فراغ ونحن من حتى في النزاع انا راني ما نحبش نتبع نزاع قال اخر جمهور فريق واحد